أكدت لك يا سيد حسين أن إيران باعت القوى الشيعية بعد أن فشلت في العراق. نقطة لا سطر. التقيتم بالسفير الإيراني سيد الحشيمي هنا؟ لو بمسؤول أمن إيراني؟ أبدا، التقينا بجهة عراقية تتبع إيران بشكل مطلق. زين أستاذ حسين، كمل تكمل لو ننتقل لمحور آخر. يعني إيه يعني أنا أريد أكمل هاي الفكرة، أريد أكمل هاي الفكرة. حقيقة أكثر المشكلة اللي كانت، إحنا كلنا نعرف المشكلة المتظاهرين والتشرينيين كانت مع الأحزاب الأخرى اللي هسه أستاذ الحشيمي يعني اتهم بها يعني إيران. هذه الأحزاب هسه هي اليوم هي المغلوبة، هي اللي حصتها ما موجودة. وين فإذا كانت العملية تدار من إيران كان أفضل، الأولى تدير بالها على جماعتها. وين اعتراضك أنت عندما يتحدث الرجل بثقة ومعلومة وليس تحليل أنه إيران طلبت بعد وعرضت هذا؟ يعني عندك شك بالموضوع؟ مصدوم من شيء؟ العفو العفو أستاذ نجم، أستاذ نجم، إحنا أنا يعني أقيس الموضوع من النتائج. أنا اليوم من أتهم جهة أنه إيران رتبت الموضوع وهاي الجهة تطلع خاسرة، مو قال لك الرجل قال لك باعتهم؟ قال لك باعتهم المن تبيعهم؟ المن تبيعهم يعني أقول لك بالحسابات سيد حسين، ما هو سبب فشل المشروع الإيراني؟ سبب فشل المشروع الإيراني في العراق هي اعتمادها على قادة شيعة أعاثوا في الأرض فسادا. سبب فشل المشروع الإيراني في العراق اعتمادها على قادة شيعة دمروا البلاد. إيران يعني أنت الآن بس دقيقة يا سيد الحشيمي، أستاذ حسين يعني أنت الآن إيران دولة وفيها سياسيين وعطى تقييم إلى النتائج، وكما يقول لك السيد حسين على ذمتي أنقول لك ما يقول لك، يقول لك اختبرت هؤلاء ووجدت أن ذولا كانوا سببا في عدم نجاح وتدمير المشروع الإيراني في العراق، ولذلك شيعة العراق طلعوا بكل صوت وبكل جرأة إيران برا وهذا ألمهم. نعم، مو أستاذ حسين؟ العفو هاي حقيقة. بالنسبة أستاذ حسين تفضل للموضوع السياسي، وبالنسبة لموضوع عفوا أستاذ أي. بالنسبة للموضوع السياسي وموضوع الانتخابات ونتائج الانتخابات، أكو كان تدخل واضح من جميع الأطراف. تمام. لا فقط من إيران، من كل الدول المجاورة والأقليمية والدول الخارجية أي. الدول العظمى هذا معروف بالنسبة لنتائج الانتخابات. زين، إحنا اليوم حتى نتهم جهة معناها نتهم كل الأطراف. وهسه بالنسبة للأستاذ الحشيمي هو أقدم من عندنا، إحنا ناس المستقلين جينا، شلون واحد ضرب زرق بالشط وظل واحد يفوج؟ فما عندنا هاي المعلومات الحقيقة اللي ذا يتكلم عنها. إحنا نشوف يعني فساد الكتل وفساد شخصياتها اللي تدير كانت العملية السياسية أدى إلى هذا النتاج. يعني اليوم اختيار هذا الجمهور هنا، اختيارهم للسيد السعبري مو لأنه إيران رادت يا سيد السعبري، لأنه هو الجمهور متعظ من هذه الطبقة. هسا أنا ما أرد أحرجك بموضوع سيدنا، أنت مالك علاقة بتشرين؟ رحمة على موتاك، جاي يحكي على تشرين، على احتجاج. أنا مو تشريني، أنت رجال دا مستقل وضعيتك أخرى. أنا جاي يحكي بموضوع كبير، السردق مالتي من الخيمة انطيت له التشرين. أستاذ السعبري يعني بتيت لوحدك ما حد بتشوياك، ومن وصلت للبرلمان لقيت الروج عالي، تقدر تسبح عكس التيار لو هم مثل الولد، خذيني بسدك يا خاله.